أنغولا أمسي فخرج خروج ومغامرة لم تكن محسوبة، وبالتالي يمنح الفرصة لمنتخب أنغولا لتحقيق انتصار على المنتخب الوطني المغربي لحدود الساعة بهدفين لصفر، ولو أن المباراة لم تنتهي بعد. المنتخب الوطني الذي ركز في تأدية المهام الهجومية وتناسى ربما تأدية الواجب الدفاعي وهو يستقبل هدف التعادل، ربما الدرس الهام لبدو زكي خلال مباراة اليوم هو منح التوازن الكافي للاعبي خط الدفاع، يعني اللاعب لازم انه يوازي ما بين تأدية الادوار الدفاعية وتأدية الادوار الهجومية. كرة تستغل كما يجب وتمنح ثاني الاهداف عبر البديل الكسندر دومينغوس لاعب نادي كامبرا البلجيكي. هدفان لصفر لمنتخب أنغولا بفارو. مشات كرة لمادي كاسيلا.